بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنقبل الله بنا آيات طبعا إيا الله سورة السجدة إلى آخر السورة الله مفاين ودن بيسي قلوا حد كتر هذا يتوفاكم وحائد أوفسن وإذن كحين ملك الموت موتك ملقي كشق لها الذي ملك موت وكل بكم لئدين وكاشين ونفط إذن كقارو ثم إلى ربكم ربنا ترجعون لئدين علين دونا الله بالله نقضي وهذا محكمة دي بالتالي ولو ترى هذا أركل هاي إذ وقت المجرمون الدنبيل ياش ناكسوا رؤوسي مضحوض أي فوررية عند ربهم رب قد أكسيس قائلين يقوله ربنا رب قد أبصرنا أرقنا وحي أن بينينا ونهر تاقي يوان أرقنا وسمعنا مقلي وحق أن نديدنين هذا مقلي فرجعنا نعلي نعمل أن عمل فلا صالحا عمل وناكسني إن أنا موقنون هذا وان يقين إن وحينا لو شيئين بيننا وأرداني إله نعلي محكمة دي بالتالي مركا قور أن عذر دار وحبأ تارينين يعذر دارني مركا الله وحليه هذا أركي لهاي ودقوبتو كأهان لهاي dambiile yaasho markay madax hoos u foorigeen iyagoo Alla ag jooga ay ku qowlayaan Allaahayo aragnay wixii aan beeninay oo qiyaamada ahayn maqalay wixii aan beeninay oo waan dhageysano waa run ee Allaw nicil hada muqiniin baana way qisanahay walaw fuddu la'adu limanhu anhu qali walaw fuddu la'adu limanhu anhu hadii la'iliyo dibin bay ugu noqon lahayd wa bentood waxaan oo dhani marka waqtigaas ay naga dambeysaa hadda waxa leeno soo hordhigaya waqtigaas aad dambeeyay qof walba hadda si tabaabushayso weyn oo alle waxa la hortagi lahayd adiga ku jirtaa walaw tara hadaan arki lahayd quraanku dad gaar kuma soo dagin mujrimiinta la sheegi hadaba waa suurgal mujrimiin inay jiraan oo xaq beeniyay yaal hadaa dadku markay quraanka lafdigiisa rumaysan yihiin laakiin ayna macnihiisa rumaysanayn wa mujrimiin way badan biilaya walaw tara hadaan arki lahayd id waqti al mujrimuna dambiilayaash laakiin soo ruusi madaxooda ay foorarinaya inda rabbiim rabbigooda kiisa maxkamada taagan yihiin iyagu oo leh qaaliina iyagu leh rabbana rabbiga absarna aragna qiyaamadi aan beeninayne indhahana ta ku hayna wa samicna maqallay hadalkii aanu diidanayn waan maqallow aan hoggaansanahay hada فرجعنا نعلي نعمل أن عمل فلا صالحا عمل وناكسني إلا أنك موقنون وان يقين أن هذا وهو البواهو بالي الله نعلي ونهاية الله يقولي ولو شينا هدان دون لآتينا وانسين لهين كل نفس النف كل جدها هانون كالي وانوافتين لها ولكن حق القول قول عذاب حكد الواجبين مني أنك حق إيقا قول عذاب حق واجب حق إيقا لأملأن إنا بوحين وبوحين جهنم جهنم من الجنة جنك والإنس لبض وأجمعين لمن تطيع إيه شيطان كمان الله هدان طون وتدكوا هنون لها بركة الله وحدونا يا إيمان خيار ودونا يا إيمان قصبة مدونا بركة دو الله دونا إيمان قصبة وتدك أنت حجة عجيبة الله تصو أي قصب إيمانك كوك قاضنا يا يهدو الله دونا يلي لها لكن الله وحور ربا إيمان خيار ما دام خيار بني آدم كلا سيين مركا الله وحو كل دارتي قولك وحو كو واجبي أنيقا حقا إيقا جهنم إنا جن إيا إنسيقا كبو حيني لبدا إنا كبو حيني الله واسطة كل دارتي وعددك شيدان كو هقامي يوي ددك اللي يهو ألا كبو حين جهنم الله وحو ليه ولو شينا هدان طونه لا تينا وانسين لهين كل نفس النف كل قيتو داهانون كالي ودد حقا اللقو كلف لها لكن إيمان الضراري الله مرة سبحانه وتعالى ولكن حق القول قول عذابه كواجب مني أنا حقيقة لأملأن إنا كبوحن وكبوحن جهنم نار الليلة من الجنة جنك والناس ذاتك أجمعين دمانتون يقال لهم حلوان دهي مركة فذوقوا دمية مركة اللي قبوحي بسبب ما شيء سببت نسيتم أدئوا اللي ودينوا أغتكتين لقاء يومكم مانتا لكولا كذا هذا يوم كنا إن أنا أقول نسيناكم وأن إذن كتغينا فرانا كقاضينا وذوقوا دمية عذاب الخلد
خوارد عذاب كذا الدمية بسبب ما شيء سببتي كنتم هذا هيدا تعملون كوا عمل فرد دم بيجيني الله عليه مركي النار سجهنما إنسي إيو جنك الله دياريو وحالا ديه ما أنت وإذنك إلو بي شمين وآية يكتغي واد إلو ذن معنى ذو حوي وي شمين وآية وما أنت أتكتك تاني ما أنت أنا نقول إذنك تغي نبو ألا ليه سبحانه وتعالى إلا الله وحمى إلو سبحانه وتعالى مركي سيدي وحلي إلو سنيهون ضل قال هاين يا الله لا رغم ياوي سيدي وحلي إلو سنيهون وان إذنك تغي ناس إذا إذنكم ما أنت حصوص هذه وقتك تاني يا ردنا عذابك إذنك قد احتغينا يا عذابك واردة الدمية وأكلات كجر ثاني وإذا ندبوا قبحيني عمل كيني دكتب أن نقوق شيئا اللي إذا المظلم وقال لي سبحانه وتعالى فدوقوا الدمية بالقوله بسبب ما شيء سببت نسيت ما دو إلا وذين لقاء يومكم ما لنتينا لكولا كيذا هذا أكنا إلا وشيه أدمانت إلا وذين للدمية عذاب إنا أنقنا نسيناكم نترككم وأن إذن كجتغينا في العذاب وذوقوا الدمية عذاب الخلد كوارد عذاب كذا الدمية بسبب ما شيء سببت كنتم هذا تعملون كوا عمل فلا الله وحليه إنما يؤمن وحافظ معي بآيات العيادة يجا الذين كوا إذا ذكروا مرك اللجوء يعني بها عيادها اللجوء أقريه خروا لعيس جدا يجوا سجودا وصبحوا تسبيحا بحمد ربهم ربي قد حمد جيس يجوا تسبيح ذي قدر وهم يقولون الله يستكبرون أن كبرين عن العباد عبادة الله أن كبرين تتجافى ويكدران جنوبهم لن عيالكوض عن المضاجع مكان جيفكي قوشي كتوسية يدعون وحي عابدي أو يبري ربهم رب قد خوفا عبسي درت عقابتي سكبقيا يوضمع الرجوء ثوابكي سأي رجيني ومما كي حقي ستزغنهم أنكو أرزاغنين ينفقون وبحيني مؤمنين وحاوية كوة آيادها يقبيني وكوة مركة آياد الله شاك والقوانيو دعب السجود مركة والسجود معنى هذا وحاوية ويوه قاسمي ويوه السجود ويوه قاسمي تصبيح لي حمد قنا وإسكو الدرية مركة كبريان عبادة الله مركة كبريان لنا عوضنا كيف كهبين بركة بي ككعيا يقول ربي قد عابدي لنا عقابتي سكبقي dil ala khayr kisa rajayn mid kale waa deeqsiyalo waxay haysta waxbay ka bixinaya waa kuwa muuminiinta dhabti culimadu gabi ahaan waxay isku raacsan yihiin tadajafa junubum anil madajici wa salatul layl iyo wixii wardi ah kale de raaca salatul layl ka kowka wixii kale wardi ah raacay ama tasbiix ama tamjiid ama quraan aqrisa waa goonidiisa laakiin kow waxa ka salatul layl ahadiisa aad u tiro badan oo aad u tiro badan ya ku soo arortay habeenki qofka tooso alla caabuda oo salaatu leelka la yimaada waxa xadiiskaas waxa isugu soo urursan inuu qofkaasi ehelu janna yihiin dambi lahayn ee isugu soo urursanaya marka muuminiinta dabti waa kuwa tasbiixdi iyo tahmiidi bay isku daraya subhanallahi walhamdulillah bay isku daraya salaadi bay tukanaya quraanka bay aqriya waxa weeye wixii dad ho arurtoodi iyo haweenkoodi bay toosinaya waa kuwa muuminiinta dabti marka qayb gashid marka xafladda iyada xafladda habeen badkiya ee raxmadda alla furantahay ee alla u leeyahay habeen badki yaa iga qufraan dalbi oo nidan bidhaafa yaa ibari oo ajiba tii xafladda ka qayb habeen walba ka qayb ka waxa kaaga filan haddii salaada badan tukan kari weyd tii saddex ragacood haddii tukato sunnah oo salaatu leeyla kugu filan ugu badnaan ka 12 baa la tukada inta badan ruux de dad iyagu iska badiya way jiraan لكن النبي كوي يتوبن بتكن شري صلاة الليل إنما يؤمن وحارم أيه بآيات الآيذها يجا وحارم أيه الذين كوا إذا ذكروا مرك اللواني بها آيذها خرور لع سجدا يجو سجودا والسجود يؤه جان سوي معناها أقعد الفلي وصبحوا تسبيح صلاة سبحان الله والحمد لله إلهنا يجو كخلدي تسبيح دي بحمد ربهم ربي قد حمد جيس وهم يقولون الله يستكبرون عن العباد العباد هذا ككبر مايان ومتواضعين تتجافى ويكد ليران جنوبهم لنعيهون عن المضاجع مكان كيفك كوكي في عنيد أتيلي يكتوسي رهبين بركي مركي هردد أقوم بعانته يدعون ربهم رب قد يقول عابد والصلاة هي تصبيح هي قرآن ألك عابد محي ربي عابد خوفا كعبسي غابتي سيكبقيان iyo wadaba aan rajoo
أي رحمة دي سرجينا يعني ومما كي حقي سترزقنا أنكو أرزاقنينا يوفقون ويبحينا يعني مالك حفلة ذاك غيب قال لي هبين باركي مالك الرحمة دا الله فرنتها فلا تعلموا مؤقى نفس النفي ما أخفي اللهم وحي اللو قريي ومغرة عيون القبوسية جزاء أبا المرين ترتيد بان لوغو قريي بما شيء كانوا هاي يعملون كوا عمل صلاة نفتا ألا عابدا وحا أقرصون نفينا مؤقى وحي قيمي لي وحديثك بفصير يوم أعد الله للمؤمنين ما الله عين فعر وحين إلى أرق ولا أذن سمع دقنا مقل ولا خضر على قلب بشر ومتر marka naf ug majiro qiimaha iyo sharafta Alla u qariyay ee u dambaysa ee Alla u kaydinayo naf ugan karta majirso waa naftay naftaasi satajafa jirugo anuma daajay wal kuwa kuwa Alla waxa u qarinay fala taalamu mu'uga nafsu nafina ma ukhfi Allahu wixii loo qariyay oo min qurrata ayunin ilqabawsiya ilqabawsiga carabtu waxa uu isticmaalaan farxad waxa ilaahay ilmada farxadu keento way qabawdahay bayda المدى والبهار كانوا ويكونوا سامركا القبوش وحي أجيدا فرحات محو الله سدا وحا فرها بدن إلا قرن إن أقو قريه جزاء أبا المرين ترتد بما شيء وكا أبا المرين كانوا أيها يعملون كوا عمل فلا أفمن أحد فلا دا إسبر برق كان أهذا مؤمنا مؤمن كمن أحد وكلم إياه كان أهذا فاسق فاسق كبح إذا عادي عليه لا يسوون مسن لا بد أروح مسن واك تفصيلك أما الذين كوا آمنوا مؤمنهم وعملوا عمل فلا الصالحات عمل وناكسن فلهم حوصون هذه الجنات المأوى نجاديك الجنة دي شيء مأوى هيات بالينا جنة اللي هو يني نزول الحالة مرتقات هاي بسبب ما شيء سبب تبع الله مرتقات أو جنة أقول يعملون أي عمل فلا هذا واحد كسر دكتور علماء بدن إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي عقبة بن أبي معين نكذب قريشية قال كها ومركزنا مو مسلم نكاس يكوس ودكتي أبي معين كان مسلمين عقبه مركزنا به مو مسلم بل ليه أدو حدونا مسلمين لبدا سيكوس ودكتي على ليه مركب مؤمن هي فاسق ميسكم مدبع مايا مسنا مؤمن الله ثميجي ووحي الله كرب يكون لغمي هي فاسق ذا هذه الله كبحي ويقول إيش كمد ما كان كقيمة بدن أفمن أحد كان هذا مؤمنا مؤمن كمن أحد وكلميا كان هذا فاسقا خارج عن الطاعة ضاعي الله كبحي لا يسوون مس النهار سكواس عقوب وأكن هذا ويتفسير سينين وحالين أما الذين كوا آمنوا مؤمنوا به وعملوا عمل فلا أصالحات عملوا ناسا فلهم حاوسون على الجنات المأوى نجاديك الجنة دي سي جنة دي اللي يقول نجاني اللي الدقيين نزول الحالو مرتقادي هاي نزول كوحال إلا دادك سعطاد إيا مرتدا وحي الله دياريو بسبب ما شيء سبب تبي جنة دي أقليان كانوا هاي يعملون كوا عمل صالح عمل كوا دي صالحة ها إيا توحيدكي وأما الذين كوا فسقوا فاسقوا بي وضع هذا ألا كبحي فما واهم ماشي أهو إذاني النار النار توين كلما أرادوا مركز طعي الضونان أن يخرجوا منها إنا كبحان وعيدوا فيها والوعل وقيل لهم حلوده زوقود الدمية عذاب النار النار عذاب تيده الذي عذابتي كنتم هذا إذا تكذبون كود بين قل دي فاسقين تاهي مركا اسكود دايان إني نات هو سدير قول الباكا سوكر أي مركا سيكر انتي هوران بي كر وسوكا عيان قول الكا كر صوبحين كركا لقي علوين كود بالان تاهي والو علين كون نغضان للي والو كر علين كر علين ثم تقع والو كر علوين وحالو قده إذا دمية النار تاه واتياد بيني نيسين عذاب كانوا واتك بيني نيسين هذا صورن ما أفسحرن هذا وسحر با ده دمي يلالي وما الذين كوا فسقوا فاسقوا بي فما واهم ماشي اوهينا يعني النار وي ويدقى يعني كلما أرادوا مركز صعي الدونا أن يخرجوا إني كبحان منها النار ويعيدوا فيها والوكر علين وقيل اللهم حالوده الدوقور ده دمي عذاب النار النار عذاب كذا الذي عذابك كنتم هذا هيدا تكذبون به كوا بينيا لدمي الله دي. الله وحوليه ولا نذيقنهم وانو الدلسين فاسقين تا من العذاب الأدنى عذاب كدوبا نوحك الدلسينين دون العذاب الأكبر عذاب كوين كالسوكي لعلهم يرجعون ساء التوبة كينا الله سبحانه وتعالى وحوليه
عذاب كدوب على الدلسين سأتوب كنا مركب علمه أنت بره وحيكون فسنا عذاب كدوب وادباتوين كأدون ككثيرة أبارته يشوف هذا إيوه وحيابه أدون ككثيرة يا عمل كذا كاسي علمه أنت بدنه بدنه قلي وحيد هو عذاب القبر عذاب القبر كما هي علمه أنت سيؤب بدنه عذاب كدوي اللي لعلهم يرجعون بالي الوقت إلى توبة كنا أندرتين مركب عذاب كدوب وادباته أدون ككثيرة توين أنت هنا عذاب كوينا ولجاري marka qofkii alla ku ansoo adabka dhow ee ku dhacay oo toobo keena sawu adabka weyn ugu gudbimaay oo ka nabad galay adabka weyn qofkii toobo keena dhibaatooyinka dhacay xusuus weyn dadka la xusuusin oo lagu edbinayo ilaahay markii kaliya dadka ma halaagay dhibaatooyin baa lagu ridisay isu xusuustaan oo toobo keena wala nuziqannahum wa nudadansin min al-adabil adna adabka dhow qayb kamida minta tabciidiyo adabka oo dhan la dhalisiimaay qayb kamida دون العذاب الأكبر عذاب كوي كسوكي أنت ولي اللي قارن لعلهم يرجعون سيئة النقضان أطبق هنا ومن أحد كيبا أظلمه كظلم بدن أحدنا كما ظلم بدن ممن أحد لكير اللقوانه بآية ربي ربي آيديس اللقوانه ثم عرض عنها كجيت سنة آية دي بالله سوى الدليل الله سوى دقي حديث كي النبي قال الله سوى دقي دين تبا الله شرحي وركاسو kalma isma sidii shaqo baqleynibu iska dhaqaaqay inna anagu min almujrimina dambiilayaasha muntaqibina wa ka adgudayna bu alay subhanahu wa ta'ala qofka soo dambiila oo dambiga ku dhinton ka tooba keenay allah ciqaab u marsiinay waa labaata markii inaga waxaanu dhan xalin ugu soo bandhigay waxa sa jiray labada xisbi mid uu ku been wadaad boosaas jooga wuxuu dhihi jiray markuu dadka wacdi xisbiga innal ladina aamanu iy xisbiga in ladina kafaro halkays buu laha xisbi magan inu nool yahay in kala hadba oo hada waa labada xisbi mid uu ku biirday labada xisbi mid ku biirday waman ahad kayba azlamu ka dhulmi badan mimman ahad dhukira lagu waaniye bi ayati rabbi rabbiga aayadiisa quraanka loo soo dhigay suma arada ka jeetada anha anil ayati oo sidii isoo maqliyeen u dhaqmay wuxuu alla leeyahay inna anagu minal mujrimina dambiilayaasha muntaqimina wa ka argudayna wal ghadatayna waan siinay Muusa al-kitaaba kitaabki Tawreedaha waan siinay ee falaata kunha ahaan Nabi Ilaahay maxan fi midiyatin shaki milqaay ina la kulantay wajalnaahu kitaabki waxan ka yeelay hudan hanun li bani Israa'il ee bani Israa'il wajalna waxan ka yeel minhum ree bani Israa'il a'imatan hogamiyayaal yaaduna dadka ku hogamiya bi amrina amarkay ku hogamiyo wixii aan amro ku hogamiya dadka maxaan ilaahay sida uga dhigay lama sabar markay sabreen oo dhibaatooyada u adkaysteen wakaanu waxayna ahaayeen baayatina ayadaha yagu yuqununa kuwa yaqiiniyay allah wuxuu leeyahay nabi ilaahay muusa kitaabki tawraadaha yaa la siiyay marka nabiga waxa lagu yiri shaki ha ka qabil inaad aragtay culimadu inta badan waxay ku fasiraan leelatul sirahi waxa aad aragtay muusa aha habeenkii leelatul sirahi muusa waa aragtay waxii samada lixaad uu joogay markii intuu sidaysan nabigu tagay markuu yimaado maxaa lagu waajibay de waxa urumadaadu karimayso aniga soo tajirbeeyay alla ku noqo qayb iga riday sidoo 19 baa loo riday shan baa loo riday mid ka sabaha ahatee shan markii la soo reebay yuu yimid markaas uu wadada inta iga riday may alla ka xishoon boo marka shan taas salaalood kontokii bay la ajriyeen kontokii la soo waajibay nabigu arooti buu ka waabaristay maka intaa bay nimadii maka laga gooyay oo baytul qudus tagay oo anbiyaada meesha uu ku tukiyay oo samada la geeyay iyo waabarigii yimid marka inaad nabi muusa aragto la kulantay wax shikiyo waa tafsiirka ugu fiican sidaas way walaqad atayna waan siinay muusa al-kitaaba kitaabki tawraadaha e fala takuna ahan nabi muhammadow fi miryati shak min liqaahi muusa la kulankiisa waad aragtay leena wajalnaahu kitaabka waxaan ka yeelay hudan hanu jacalnaahu جعلناه كتابك وحنك يلهود الهنون لبني إسرائيل في بني إسرائيل كتابك توريدا لغوه قامنية اللي بري جدا بقى النبي موسى كتغي ويبدلينه يسبدل بنا يكون سمية وجعلنا وحان يلهم منهم من بني إسرائيل في بني إسرائيل أئمة هقامية يال يهدون كوهنون يددك بأمرنا أمرك يهي كوهنون يانو انتان أمر كسي يهنون يانو بأمرنا الدين تيدي كوهنون يانو لما صبروا مركز صبرين markay sabreen oo dhibaatooyin u sabreeyay diinta darteed ugu timid wuxuu Ilaahay ku abaalmariyay hoggaamiyeyaal diina inay noqdaan wakaanu waxayna ahay qolada reer Israa'il
baayatina ayadaha iyaga yuqununu ku yaqiniyay baa ahaayeen marka sida laga dhigo hoggaamiyaal noqonayaan in rabbaka rabbiga huwa rabbiga nabi muhammad oo yafsilu uu kala soo'i baynahum dadka dhexdooda yoomil qiyaamati uu kala siira uu kala xukumi fiima shay dhexdi bu ku kala xukumi kaano ay fi dhexdi say xilfoona kuwa isku khilaaf balse qiyaamaha la tag adduunka nin waliba wuxuu doonayaa ha sheegto wuxuu doonayaa ku dhaqmo suu doonayaa ha yeelo marka maxkamada la tago umbu alla kala xukumi fariiqun fil janna wa fariiqun fis sa'ir hukumku intaas ku dambay qolana jannada ha aado qolana xagga kale ha aado umbu ku dambay xagga bidixda bidixda loo isticmaalaa waxa xun waxa wanaagsan midigsa loo isticmaalaa Allah subhanahu wa ta'ala qiyaamuhu kala xukumi doona waxa adduunka la isku khilaafsan yahay aniga qumani iyo ana wanaagsan iyo aniga dariiqadeedu fiican tahay halka halala sugo marka waxa meesha laga wada adigu ha isku halaynin inaad si fiican uun aad tahay isku halaynin quraanka kariimka iyo xadiiska rasuulka isku sax labada marka isku saxdo inaad qumantahay kala wad kala ogaan way laakiin adoo labada isku bandhigano isku saxin maxaad ka garanay inaad qumantahay in kan taasa ku sugeysa inna rabbaka rabbiga huwa rabbiga yafsilu kala hukumi uu kala saari baynum dadka dhexdooda yoomil qiyaamati fiima shay dhexdi bu ku kala saari kaano ahaayeen yaxtalifuna fihi kuwa isku khilaafa awalam yahdi miyaanay u cadaani lahum dadka kam intii ka ahlagna an halaagnay oo min qablihim iyaga ka horeysay oo min alquruni qarniyala kuwa soo yamshuna ay soconayaan kuwani fi masaakin guriyohoodi baabaay inna fi dhalika halaaga waxa ku soo laayaatin adilla waaweyn oo alla qudradiisa maamulkiisa ku tusin allah wuxuu leeyahay falaa ismuuna biyeena dhageysanayna fahmayna awalam yahdi lahum miyeyna u cadaanin qolada icraabtu yahdida faacilkeedii bay la yihiin meel ka soo saaran bay la yihiin kamtuna hadii istifham laga dhigo istifhamta waxa ka horeeya kuma amal falo marka kamtaan istifham laga dhigaynin waxa laga dhigay taksiir baa laga khabariya laga dhigay awal miyeyna u cadaanin intii aan halaagnay qarniyaal oo guriyoodi hadda dhex socdaan markay shaamu ka ciyaani markay yaman u ka ciyaani dadkii halaagsamay guriyoodi bay dhex socdaan miyeyna garanayn inuu ku cibir qaadanay awalam yahdi lahum miyeyna u cadaanin kaseerun in badan saasu macnuhu noqon marka oo ahlakna aan halaagnay min qabli miyaga hortood oo min alquruni qarniyaala kuwaas oo yamshuuna ay dhex soconayaan fi masaakinim guriyoodi inna fi dhalika arinta waxa ku sugan dadka badan ee la halaagay oo guriyahoodi ila hor yaaliin la ayatin adilla waaweyn oo tadullu ala qudratil laahi ta'ala allah wuxuu leeyahay afala ismuuna miyena maqlay indhi si walba wax loogu sheegay may dhageystaan oo maqlaan awalam yaraw miyaanay aragayno ogeyn anna anagu nasuqul ma'a biyaha inaan hoggaamino ilal ardi ardadi aljurusi ee carraseesha ahay oo fanukhriju aan ka soo saarayno bihi bilmaa ibiyaha sababtooda zarci zarci zarcigaasoo taakulo ay ka cuni minhu zarcigaasa ancaamu xoolahooda oo daaqay wa anfusuhum naftooda ay cunino midhihii iyo beertii ah falaa yasuluuna miyna arkayn allah subxaanahu wa tacaala dhulku isku mid ma aha dhul waxaa jira aan roob ku daaynin oo haddii roobku ku da-o wax gurigaho ku qotomi uuna jirin meel fog baa inta biyo looga soo jiido yutogaasi ku qulquli bilmata meel yaman ku taalo abyan la yidhaah oo kale masar oo kale ka soo qaad masar roob kuma da-o dhulkeeduna waa dhul aan dhagxaan lahayn haddana yar adag oo ciid ah marka biyahan niil ka taga yaa intay dhulkaa galaan oo dhex maraan carra guduudanna biyahaasi way sii qaadayaan dhulkaasi ciiddiisu carrasan ma aha biyahana carra guduudan oo carrasana halkan ka sii qaadi buuraleydan inagu aan degannahay markaasay carradii guduudnay markaysaa yay wax walba ka beeranaya may dadku sidaaba fahmaan ilaah qudradiisa bal dhow biyuhu halkan ka hogaamiyey yaa masar yaa kubi iyo cabbi oo ku beerano ku waxaysan waa ka hadda dhibku ka taagan yahay ee lagu heshiin layahay waay waa masar iyo meel yaman ku taalo ebyanihii meel kaloo sidaasina way jiri karaan adduunka ka mid a marka may taa ogaadaan oo ku cibro qaataan biyaha intaan hogaamino oo dhulka arraseesha lagu hogaamiyo oo la beerto zarci ka soo bixi iyo nabaa wax xooluhu daaqaani wax dadku cunaba may taa ku cibro qaataan bu alla leeyahay subxaana watacaala awalam yarow miyaanay arag anna anagu nasuuqul maa-a biyaha inaan kaxayno ilal ardi dhul u kaxayno aljuruzi oo qallalan oo carraseela ah
وفنخرج عن كسر صار نبيه بالماء بها زبطه زرع عن زرع زرع جاسو تأكله أي كعول منه حقيسة قيب كم إذا أنعامهم علاض الداق يوافسهم من أفطاره فلا يفسرون منه وحبارك بقال ليه ويقولون وحيده متى هذا الفتح حكم كأشياء لا ذا هي الله إذن عقابي وأجر إن كنتم هداتهين نبي محمد يدتك اللي تشوقوا صادقين كورن شيء قلوا حد قتل يوم الفتح ما لنت حكمكم لا ينفع أن في عماية الذين كوي كفروا قالوا إيمانهم ما لنت إيمان كود وحبوط رماية والله ينظرون لون كادين ما يرى عذاب كالغير كحين وقت بلسين ماي وحيكون إلى هذه انتهي صحابة النبي قوي مادين وحب الذي هو الله إلى كلا حكمي الله إلى كلا حكمي وشيغيسا عقابي وحب شيغيساني وقرب محال لوغو شوابين ومالين أولي إيمانكم وحبك دين ترين العذاب كان اللي ذكاها كينا نهر اللي ذكاها كحيون ويقولون وحيدهم ويقولون وحيدهم متى هذا الفتح فرشادا إيا حكم كان آتشيغي سنة وقورما إن كنتم أداتين صادقين وكورتو شيغي وحبك دين لدي العذاب باتشيري إله بعقاب كيني وقورما قلوا حاتلا يوم الفتح مالين تفرشاد إلا إسكال حكومة ياي لا ينفع ما أنفعه الذين كفروا قالوا بإيمانهم إمن كودوا ما أنفعه walaahum yunzaruna loo rasuugu ma hayo hore cadab kale ka xayn marka nabiga waxa lagu faacid aan iskaga jeeto waxba hal murmay faacid aanu iskaga jeeto oo hal murmay wanta dir bal suug sida wuxu dhacaan inuu iyaga laftooda muntadiruun way suugayaan bal xukunku cidu raaciyo fadhigu maalintu yimaado ka warsuuga marka nabiga cadab aanu waxa loo leeyahay jihad baan marka jirin marka yaacni hadalkaan ay ku leeyin hal murmay way لكن دعوته ولا قارسينية لكن هالأمر منه هو هالعلم فعرض كجيت عنهم حق هذا وانتظر سدى وحد عن إنهم يجا لفتاض منتظرون ويسوقين سدى وحد عن وحي نقنط أنتها الله بارك كلا حكومة النبي الله محمد حقي ساعي وعاقبة ولاكس النبي الله محمد بيساعي كونوا ويبابايا وقال لما يكون لمن يوحده الله سبحانه